Dear volunteers, أعزائي المتطوعين، سيداتي وسادتي من الصحافة، من المستحيل أن تكون هنا وأن لا تشعر بأن يكونك قلب محط. نحن نشاهد تناقض بين خلف هذه الأسوار. لدينا 2 مليون شخصا يعانون بشكل كبير، لا يوجد لديهم مياه أو طعام أو دواء أو غاز أو وقود، وهم تحت النيران ويحتاجون كل شيء للنجاة. في هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات محملة بالمياه، بالطعام، بالوقود، بالدواء والطعام، بالضبط نفس الأشياء التي نحتاجها أن تكون في هذا الجانب من الحائط. إذا هذه الشاحنات ليست فقط أي شاحنات، لكنها خط حياة، هي الفارق بين الحياة والموت للكثيرين في غزة. ورؤيتهم عالقين هنا يجعلني أكون واضحا جدا. ما نحتاجه أن أريدهم أن يتحركوا تحريك هذه الشاحنات للجانب الآخر من الحائط في أسرع وقت ممكن وبأكثر كمية ممكنة. الآن مؤخرا أعلن من إسرائيل والولايات المتحدة أن المساعدات الإنسانية سيسمح لها بالدخول لغزة، وأنا أعلم أيضا أن هناك اتفاق بين مصر وإسرائيل لجعل هذا ممكنا. لكن هذه الإعلان تم ببعض الشروط، ونحن بعض الشروط والقيود. لذا نحن الآن نعمل بشكل فعال مع كل الأطراف، نعمل بشكل فعال مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة للتأكد من توضيح هذه الشروط والحد من هذه القيود من أجل إدخال هذه الشاحنات في أسرع وقت ممكن للمكان المطلوب فيه. لا، نحتاج بشدة إدخال هذه الشاحنات في أسرع وقت ممكن وأكثر كمية ممكنة. لكن من أجل ذلك يجب أن يكون هناك مجهود مستمر. نحن لسنا بانتظار قافلة واحدة، لكن نحن بانتظار قوافل بأعداد ذات معنى، بشاحنات للدخول كل يوم لغزة لتوفير الدعم الكافي للشعب في غزة. في الناحية الأخرى هناك متطلبات للتوثيق. هذه التوثيق يجب أن تكون فعالة، ولكن في نفس الوقت هذه التوثيقات يجب أن تتم بطريقة عملية وبطريقة سريعة. على جانب الآخر نحن في بلد ذات سيادة مصر، وهذا ضروري لإدراك للإقرار بقوانين المؤسسة المصرية باسم الهلال الأحمر المصري. من أجل أن تحويل نقل المساعدة لهذا الجانب يجب أن نوفر الوقود، لذا يجب أن نضمن وجود وقود كافي في هذه الجهة لأوصالهم للمحتاجين. لذا واضح للغاية أنه ضروري جدا حل هذه المشكلة في أسرع وقت وبسلاسة لتأكيد هناك دعم كبير وإنساني للشعب في غزة. للأسف هذه ليست عملية إنسانية عادية، هذه عملية في منطقة حرب، وهذا هو سبب
مناشرة لإطلاق الوقف إطلاق نار إنساني. أنا أستطيع أن هذا شرط مسابق لإيصالات المساعدات الإنسانية. لا أريد عقاب الشعب في غزة مرتين، أولا بسبب الحرب وثانيا بسبب فقدان الغيث الإنساني، لكن واضح أن وقف إطلاق نار الإنساني سيسهل الأمور ويجعلها أكثر أمانا للجميع. وأريد أن أعبر بامتناني الخالص لحقوق الشعب وحكومة مصر. هي مصر هي العمود الأساسي التي سيوفر الأمل لهذا الجانب والأمل لنقل الشاحنات لدعم الشعب. وأنا غيث الطعام، مساعدات الطعام ومساعدات إنقاذ الحياة ستنتقل أيضا للشعب، للناس الذين يحتاجونهم. أمل أن هناك سيكون مستقبل، ويوم ما سيكون إسلام بحل الدولتين مع الفلسطينيين وإسرائيليين يعيشون في سلام في بلدين جانبا إلى بعضهم البعض. شكرا جزيلا لكم.